النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد في اجتماع الحكومه بمدينه العالمين الجديده ان صندوق النقد الدولي وافق على المراجعه الثالثه ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، والموافقه دي خطوه مهمه جدا، شهاده ثقه من الصندوق لبرنامج الحكومه، الاصلاحات اللي بتعملها في القطاع المالي والاقتصادي ايضا. وقال الدكتور مصطفى مدبولي ان المؤشرات الاقتصاديه دلوقتي ماشيه في مسار ايجابي، والحكومه قدرت انها تحقق مؤشرات جيدة في موازنة السنة اللي فاتت رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة، رغم الظروف الخارجية الصعبة والعام المالي الجديد اللي بدأ بمؤشراته المؤشرات الطموحة، وإن الحكومة هتفضل تشتغل عشان تخفض أعباء الدين للناتج المحلي. وزير المالية قال إن موافقة الصندوق رسالة طمأنة بتعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وطبعا المفترض أننا هنستلم 820 مليون دولار من الصندوق خلال أيام. في الجزئية دي كان في تصريح من رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قالت فيه أن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل هتكون ما بين 15 سبتمبر وحتى نهاية العام ده، وده يخلينا ناخد 1.3 مليار دولار يعني من الصندوق. نرجع لاجتماع الحكومة النهاردة لأنهم اتكلموا في ملف تخفيف أحمال الكهرباء وتوجيهات الرئيس السيسي عشان يلاقوا ليها حلول حاسمة خاصة في فصل الصيف، وكمان أكد رئيس الوزراء على توافر السلع في الأسواق وأنهم متابعين ضبط الأسعار مع كل أجهزة الدولة. الحقيقة بعد الاجتماع على طول، بعد اجتماع الحكومة، دكتور مصطفى مدبولي عمل لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين واتكلم في موضوعات مهمة جدا عايزين نناقشها مع الأستاذ عماد الدين حسين، طبعا رئيس تحرير موقع وجريدة الشروق وعضو شروق وعضو مجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. الحقيقة دكتور مصطفى مدبولي في لقائه معكم اتكلم في موضوعات مهمة جدا، أنه مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل، أن التقديرات أن مصر هتكون في من 15 ل 20 سنة على الأكثر من أكبر 10 اقتصاديات في العالم. اتكلم عن التعويم، اتكلم عن إيرادات قناة السويس، قال أنه صندوق النقد لا يملي شروط على مصر، قال أن عام 2024-25 هو عام التعافي الاقتصادي المصري، يعني اتكلم في كلام كتير جدا مهم. كيف تتوقف عند كلام رئيس الوزراء معكم، وما هي أهم النقاط اللي حضرتك تحب تتوقف عندها معنا؟ مساء الخير أستاذة عندي، تحيات لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أنا أظن اللقاء اليوم كان لقاء في غاية الأهمية لأنه الأسئلة كانت مفتوحة، كانت صريحة إلى حد كبير. الدكتور مدبولي بيستن سنة حسنة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، ده شيء مهم للغاية لأنه بيقطع الطريق على كل الإشاعات وبيضع أمام المواطن المصري الأشياء بوضوح أو وجهة نظر الحكومة على الأقل. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، القضايا التي تحدث عنها دكتور مدبولي النهاردة قضايا متعددة، بطبيعة الحال أهمها على الأطلاق هي القضية الاقتصادية، وكان العنوان الأبرز أو الطمأنينة الكبرى اللي قالها دكتور مدبولي أنه عام 24-25 يقصد العام المالي بطبيعة الحال هو عام التعافي، وهذا خبر جيد. الترجمة بتاعته أنه من الآن وحتى نهاية 25 أو نهاية 25 سيشعر المواطن المصري بالتعافي الاقتصادي، لأنه كمان في رقم مهم تقال أنه خلال الفترة دي هينزل أو هيرجع معدل التضخم لأقل من يعني اللي هو دايما بنسميه رقم فردي مش رقم زوجي، يعني تحت 10%، وبالتالي الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل أزمة قبل كورونا ثم اوكرانيا. ده النقطة المهمة. هل هناك تحديات؟ نعم هناك تحديات كثيرة الدكتور مدبولي تحدث عنها وقال بوضوح انه الناس بيقولوا ان الحكومة دايما بتقول الاسباب خارجية، بيقول لا في اسباب داخلية ايضا، وكل حد بيشتغل بيغلط، لكن الاخطاء او الاسباب الخارجية كانت كثيفة وسريعة ومصر تأثرت بها بشكل ربما اكثر من الدول الثانية. واتكلم كمان على مثل مهم جدا انه قناة السويس كانت بتجيب 850 مليون دولار في الشهر، مع الاحداث الجيوسياسية او العدوان الاسرائيلي على غزة هذا المبلغ انخفض الى 300 مليون دولار تقريبا، وبالتالي مصر بتخسر كل شهر
550 مليون دولار فقط من قناة السويس. هو حتى طرح سؤال مهم، طيب لو الحرب وقفت و 550 رجعوا، مش ده هيحل لنا مشاكل كتيرة في قطاعات كنا بنضطر ناخد من أماكن عشان ندبر لها حق يعني وقيت على ده. يعني ده كان مثال موفق من الدكتور مدبولي. تحدث أيضا عن مشكلة الكهرباء وإنه الكهرباء والوقود، برضو قال معلومة مهمة أنه بنهاية 24-25 سيكون تم معالجة مشكلة الدعم، لكنه استدرك في ده وقال هل معنى ذلك أنه هيكون كل الدعم اترفع من على كل أنواع الوقود؟ الإجابة هي لا، لأنه شيء زي السولار مثلا سيتم استمرار دعمه، لكن هيبقى مزيد من زيادة الأسعار في حاجة زي البنزين ال 95 مثلا، بحيث أن الفلوس اللي هتتاخد من 95 تذهب إلى دعم حاجة زي السولار. وهو نفس الأمر اللي بينطبق على الكهرباء. الزيادات التي ستشهدها الكهرباء على سبيل المثال هتكون في الكهرباء اللي هي خاصة بالشرائح الأعلى ثم الشرائح التجارية لدعم الشريحة الأدنى أو الشريحة الأكبر في المستحقين اللي هم 80% حسب يعني تقدير دكتور مدبولي، لن يتم تحرير السعر بالكامل ليهم. سيظل هناك دعما لهذه الشريحة. هذه نقاط عملية. طبعا في نقاط كثيرة تحدث عنها الدكتور مدبولي، نقطة أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل، هذا عنوان مهم جدا، وهذا موقف مصر ثابت، لكن مهم أن احنا ناخده في سياقه الكامل، لأن الدكتور مصطفى مدبولي أيضا قال في هذه النقطة احنا لدينا أكثر من طريق، لدينا التعاون، لدينا الحلول الدبلوماسية، لدينا أشياء كثيرة جدا، ولن ندخل في صراع مع إخوة، لكن في كل الأحوال لن تتنازل مصر عن حقها في مياه النيل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ.